علاقات يعني أخوية ما بين الفلسطينيين والتونسيين بالتواجد الفعلي يعني في داخل البلد، وأيضا دفع بالإضافة لما يعني دفعه الشعب التونسي والمناضلين التوانسي في الميدان في مقاتلة وصراعنا مع العدو الصهيوني، دفعوا أيضا على أرض تونس يعني الغارات الجوية والعدوان الذي حصل في أكثر من منطقة والاغتيالات التي تمت يعني في البلد إلى آخره، ودفعت تونس ثمن حقيقة في مجالات مختلفة، ليس يعني الوقت لا يسمح بالتفاصيل، لكن تونس يعني اعتبرت أنها مقر للفلسطينيين لمنظمة التحرير ومقر من أجل أن تستكمل يعني منظمة التحرير نضالاتها وإلى آخره حتى تحقق أهدافها يعني الوطنية. لذلك يعني العلاقة مع تونس تاريخية، ولم تواجه الثورة الفلسطينية ولا منظمة التحرير أي مشاكل يعني مع الدولة ومع الشعب التونسي. طيب أنا بدي أرجعك السؤال شوي، اليوم عندما تقابلون القوى التقدمية في تونس، أكيد تقابلتم مع الجبهة الشعبية وربما غيرها، ماذا تطلبون منا اليوم أنا وهنا بالضبط لدعمكم في كفاحكم في فلسطين؟ هو في قوى يعني شعبية وأحزاب تونسية العلاقات معها تاريخية في كل الظروف، قائمة على أساس يعني تقريبا رؤية موحدة للصراع العربي الصهيوني، وأحيانا يعني للصراع مع الإمبريالية يعني بشكل عام، وهي مسائل لم نختلف عليها مع الأحزاب التقدمية والثورية يعني في تونس، ولم نشعر الحقيقة أن هناك نقاط خلافية فيما يتعلق بهذه ثوابت الأمة. وهون الحقيقة علاقتنا مع الجبهة الشعبية وأحزاب الجبهة الشعبية علاقة يعني متينة جدا ومتطورة باستمرار، وهناك يعني تقريبا قواسم مشتركة كبيرة يعني، وهناك أحزاب أخرى يعني خارج الجبهة يعني مثل هناك أحزاب يعني بتسميات عديدة، لكن الشيء الأساسي هو يعني الجبهة الشعبية وتشكيلات الجبهة الشعبية. ومن هون إحنا يعني أي حزب يعني نتفق معه على الموضوعات المتعلقة يعني بالقضية الفلسطينية وموضوعات يعني متعلقة بهذا الصراع مع القوى المتطرفة الآن وإلى آخره، من السهل الحقيقة أن نقيم معه علاقات يعني متينة. ففي قسم من الأحزاب نقيم معها علاقات، وفي قسم من الأحزاب نتحالف معها. نحن بالنسبة لنا الجبهة الشعبية نعتبرها حليف بأحزابها يعني تشكيلتها، نعتبرها حليف، ونحن كنا على علاقة جيدة الحقيقة مع الرفيق الشهيد يعني شكري بلعيد، ومع الرفيق الشهيد البراهمي، ومع الرفيق يعني حمّل همامي، ومع آخرين يعني عدد مش راح أذكرهم كلهم، ولكن كان دائما إن علاقات يعني جيدة وممتازة وإلى آخره. على ضوء ذلك أنا أرى أن هناك أرضية لتعزيز علاقاتنا حتى مع الدولة، يعني حتى مع الدولة بالمعنى الرسمي، إحنا الجبهة الشعبية مستعدين يعني لإقامة علاقات مع الدولة على قاعدة يعني إسناد الدولة التونسية لي الشعب الفلسطيني والقضية العالم. هل لديكم اتصالات رسمية مع الحكومة الجديدة في تونس؟ لا، نحن في مرات سابقة لما جينا لهون التقينا مع يعني الرئيس مع الرئيس التقينا معه قبل، لا القائد أول شيء السبسي لما كان رئيس وزراء في ذلك الوقت التقينا معه، ففي علاقاتنا. ثم المرزوقي يعني التقينا معه أكثر من مرة في لقاءات مشتركة يعني مع قوى أخرى، لما يكون مؤتمر الأحزاب العربية أو مؤتمر القومي العربي أو إلى آخره ويصير هون اجتماعات أو شيء، كان تصير لقاءات ونحضر يعني نحن. وأيضا نعرفه للمرزوقي أيام ما كان يعني في المؤتمر القومي العربي في بيروت وغيره إلى آخره، فالعلاقات كانت بهالحدود. مع الدولة العلاقات يعني رسمية ولقاءات بروتوكولية وإلى آخره، لكن العلاقات الأساسية هي مع القوى الشعبية مع الأحزاب إلى آخره، وهي متطورة باستمرار.
نحن موقفنا في كل هذا الصراع اللي حاصل والأزمات الداخلية اللي بتعيشها يعني الدول العربية تقريبا معظمها، نحن يعني أولا مع الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان إلى آخره في كل المجتمعات العربية في كل الدول العربية، ونحن مع الديمقراطية الحقيقية، يعني الشعب يختار قياداته مؤسساته إلى آخره وبطرق ديمقراطية يعني نزيهة وشفافة وكذا، هذا منطق نريده لنفسنا نريده للآخر، لأن يعني نحن نطالب به بالساحة الفلسطينية وبالتالي نطالب فيه أن يكون بالمجتمعات العربية يعني كلها، وعلى قناعة كاملة على هذا الموضوع. بعد ذلك ننتقل للموضوع الآخر اللي هو يعني ما سمي بربيع عربي أو حراك عربي أو إلى آخره. نحن في البداية يعني لا نخفي أننا تفائلنا بأن يكون هذا الحراك أقرب لثورات شعبية تستهدف يعني إزالة الظلم قائم في هذه المجتمعات وبناء مجتمعات حضارية ديمقراطية إلى آخره. بعد فترة قصيرة تبين أنه ليس هذا هو هدف يعني القوى المؤثرة يعني بالله، ونعتقد أنه الولايات المتحدة وإسرائيل دخلوا، والرجعية العربية يعني دخلوا على بعض الحراك العربي وأخذوا باتجاه آخر، باتجاه آخر وبرنامج آخر إلى آخره، وتحدثنا قبل قليل عن الموضوع. لكن في ظاهرة على سبيل المثال إيجابية حصلت في تونس، نحن نرى أنها ظاهرة إيجابية، ونرى أن التغيير اللي حصل في تونس يعني تم بخسائر قليلة، أنا لا أقول لم تحصل خسائر بس بخسائر قليلة، والنتائج الآن تدلل أنه في إمكانية لتطوير يعني العملية الديمقراطية في تونس وأيضا لتثبيتها حتى لا يعني يغتالها أحد هذه العملية. المحاولات ستستمر من القوى المعادية من المتطرفين إلى آخره، وأنا برجح أنه في قسم كبير من قوى الغرب ودول الغرب لا تريد يعني أن يكون في ديمقراطية حقيقية بتونس، تريد أن يحصل في تونس كما حصل عند يعني الآخرين، لكن بسبب يعني تنبه هذا الشعب وأحزابه إلى آخره والقوى الفاعلة يعني في المجتمع ضبطت الأمور عند حد معين. لكن أنا متأكد أنه كثير من دول الخليج لا تريد أن يكون هناك استقرار في تونس، لا تريد أن يكون نموذج اسمه ديمقراطية بدون دم وبدون كذا، هذا لا تريده حقيقة. وبالتالي المحاولة اللي حصلت في مصر يعني في أعقاب ما جرى في تونس كنا متفائلين أنه ممكن أن يعني تصل الأمور إلى حد الاستقرار والأمن وأيضا ديمقراطية حقيقية بمصر وتغيير في البرامج السياسية وفي الاستراتيجية السياسية والمواقف السياسية بشكل خاص من الكيان الصهيوني. كنا نتوقع يعني إلغاء اتفاقيات كامب ديفيد، لأنه اتفاقيات كامب ديفيد جعلت يعني مصر مقيدة بمسائل عديدة يعني، وأيضا يعني كنا نتوقع إنه مصر يعني تأخذ خيار آخر غير خيار يعني العلاقة مع الولايات المتحدة أو الاعتماد على يعني إمكانيات من الولايات المتحدة أو غيرها. لكن الأمور الآن لا زالت لم تتضح تماما، ولكن لا نستطيع أن نقول أن الوضع في مصر لغاية الآن يعني نتائج التي توصل لها يعني النظام المصري الجديد لا نستطيع أن نقول أنها مريحة بالنسبة لمصر، لأنه القوى المعادية تريد فعلا أن تضعف مصر، وحركة الإخوان المسلمين تريد أن تضعف مصر، وأيضا تريد أن تضعف الجيش المصري. وبالتالي نحن بنشوف أنه يعني التجربة في مصر لسه لم تأخذ مداها، وأيضا لم تتضح معالمها تماما، لأنه بالوضع الداخلي يعني قد يكون هناك بعض الإنجازات أو التوجهات، لكن بالسياسة الخارجية لسه في نوع من الإرباك. طيب يعني أنت تتحدث عن مصر، أنا سألتك عن اليمن وسعودي اليمن، ما من جاي بما أنك تتحدث عن مصر، هل تعتبرون ما جرى انقلابا؟ يعني هل أنه الوضع اليوم مع السيسي أفضل من الوضع مع الإخوان؟
بالنسبة للفلسطينيين. لا مش ليس انقلابا، احنا بالنسبة لنا ليس انقلابا، نحن نقول انه يعني الإخوان المسلمين أثبتوا خلال الفترة القصيرة اللي حكموا فيها أنهم ليسوا بوارد أن يهتموا بقضايا الأمة العربية، وليسوا بوارد أن يحافظوا على الوحدة الداخلية للمجتمع يعني المصري والمجتمعات الأخرى، ودخلوا من البداية يعني بصراعات طائفية أو توجهات طائفية. وأيضا الإخوان المسلمين لا يعتبروا أن مرجعيتهم مرجعية عربية أو داخلية أو إلى آخره، هم ينظروا أنهم جزء من عالم إسلامي ومصر جزء من عالم إسلامي، وبالتالي يريدوا الدولة الإسلامية في كل العالم مش بس في الآية، وبشكل خاص يعني في الوطن العربي. والإخوان المسلمين يعني في مفاهيمهم السياسية وتوجهاتهم السياسية هناك نقاط خلاف عديدة يعني بيننا وبينهم، وبالتالي يعني أسلمت المجتمع والتدخل بالحريات والتدخل لا يؤمنوا بالديمقراطية وما شابه ذلك. لذلك حتى لا ندخل بالتفاصيل المتعلقة بمفاهيم الإخوان المسلمين، نحن لا نعتبر أن الذي حصل في مصر هو انقلاب، حصل تغيير، وتغيير بإسناد شعبي، تغيير بإسناد شعبي، لا حد راح احتل يعني الأركان، ولا حد راح احتل التلفزيون، ولا حد راح أطلق النار واغتال رئيس أو إلى آخره. تم عزله بضغط، صارت يعني بتعرف خراب على العدوية. مظبوط. والآن هناك قمع يعني مؤخرا قتلت يسارية يعني شيء مصدر. احنا رأينا انه هذا النظام زي ما قلت لك لم يحقق الأهداف اللي انطلقت يعني من أجلها هذه يعني المسيرات والمظاهرات والتضحيات التي قدمها الشعب المصري. هذا موضوع لغاية الآن في رأينا، طبعا ربما يكون رأي الشعب المصري غير هيك، رأي الأحزاب المصرية بنعرف إحنا غير هيك يعني، لكن إحنا قناعتنا إنه لغاية الآن يعني هذا النظام عم بقدم شيء على المستوى الاقتصادي، لكن إحنا يعني لا نرتاح الحقيقة لهذه العلاقة اللي مع السعودية اللي قائمة على أساس يعني وكأن السعودية يعني تقدم لمصر وتحاول أن تفرض هيمنتها عليها أو تفرض عليها مواقف سياسية أو يعني ممارسات معينة ليست لمصلحة مصر في رأينا. صحبة السعودية مع إسرائيل، السيسي قال مؤخرا أنه يتحدث كثيرا مع صديقه نتنياهو. أنا قلت لا، هو ما الوضع في غزة، لا هو ما قال، أنا بعرفش أنه قال هيك، أنا بعرف أنه قال هيك مرسي. أما السيسي ما اسمع، السيسي قال أنه أنا يعني ضد الاعتداءات على إسرائيل، هذا صحيح، بس بتحدث مع نتنياهو أنا ما سمعتها. بجوز تصريح نسيت أي جريدة بس قيلت مؤخرا. بجوز على كل حال يعني في علاقة بقضية فلسطين. على كل حال إحنا ما في رضا، إحنا غير راضين على السياسة المصرية تجاه الكيان الصهيوني، لا ما قلتها من الأول، غير راضين عن كام ديفيد، هذه نقاط خلافية، لكن مش احنا المعنيين بتغيير النظام المصري، يعني هذا في الجماهير المصريه بتقرر، الاحزاب المصريه، احنا نبدي رايا، نحن نبدي رايا. لذلك احنا مع يعني عدم التدخل في الشؤون الداخليه لاي قطر عربي. لما بنقول هيك يعني معناته حتى نحن بطلعناش ندخل الا براي، نبدي رايا يعني شايف، ونحن نرفض ان يتدخل احد في شؤوننا كمان، حتى ما نقول انه يعني احنا بنرفض اي نظام عربي او حد يتدخل، لكن يعني كونه قضيتنا يعني هي قضية الأمة، نقبل من المواطن العربي من الأحزاب العربية أن تتدخل، بس النظام العربي الرسمي إحنا بالجبهة الشعبية رأينا لا. هون بصير إنه من هذا المنطلق بنقول إنه هذا التدخل السعودي باليمن أمر خطير ومضر بمصالح الأمة كلها، وبشكل رئيسي أولا بالسعودية، لأنه هذا اقتتال قد يدوم عشرات السنين، وخاصة إنه هذا فيه له متطلبات، والشعب اليمني يعني 24 مليون مش الشعب يعني عدد قليل أو إلى آخره. ثم نحن لا نريد أن يصبح هناك صراعات مسلحة بين أنظمة عربية، دول عربية، يعني إذا كان في مجموعات مسلحة في متطرفين في كذا يمكن بعد فترة يعني يتعالج، لكن تدمير الأوطان تدمير الدول هذا مش لمصلحة أمتنا. نحن مع التغيير الحقيقة في هذه البلدان، مع
التغيير الديمقراطي مع حراكات شعبية مع مظاهرات ومسيرات وضغط وإلى آخره كما حصل سابقا، هذا كله احنا معه، لكن مش مع الذبح ولا القتل ولا الدم. الدم يستمر، شلال الدم صار مستمر الآن سنوات. وربما إذا رحنا يعني على موضوع القتال اليمني السعودي قد نجد نفسنا يعني أمام يعني قتال، يعني كما تعرف يعني المؤتمرات تقرر برنامج سياسي وخطط عمل وتقرير سياسي وتقرير تنظيمي إلى آخره، وتعتمد يعني سياسات معينة يقرها المؤتمر ويكلف بها اللجنة المركزية والهيئات الأخرى. أهم شيء حصل في هذا المؤتمر هو يعني النسبة العالية من التجديد، يعني في داخل الوطن وخارج الوطن، وبدون يعني ذكر تفاصيل، لكن بحدود 65% بالهيئات المركزية الجبهة تم تجديدها يعني. وهذا أمر ليس سهلا يعني، لأنه كثير من الأحزاب ما بديش أقول يعني ما بتم فيها تغيير، ما بتم فيها تجديد، لكن إحنا المرة هاي كان في حوالي 65% يعني تجديد، بمعنى دم جديد وأشخاص جديدين. وأيضا المرأة تطور وضعها في داخل المؤسسات المقررة يعني في موقع القرار، الوضع أفضل من السابق. ثم يعني صار في تطوير للجهاز العسكري اللي هو يعني في فترات تراجع الوضع شوي، الآن لا، الأمور رايحة باتجاه يعني تنفيذ القرارات اللي اتخذت في المؤتمرات فيما يتعلق بالمقاومة وفيما يتعلق بتقوية الجهاز العسكري يعني الجبهة الشعبية داخل الوطن وخارج الوطن. ثم يعني رسمت سياسات فيما يتعلق بالتناقضات الداخلية بالساحة الفلسطينية وبشكل خاص مع السلطة ومع السياسة العامة والنهج العام لمنظمة التحرير والقيادة المتنفذة في منظمة التحرير. وثبتت يعني توجهات وقرارات سابقة وأضيف عليها أيضا قرارات أخرى، بمعنى أنه يجب أن نعمل بكل جدية ومسؤولية عالية لتغيير هذا النهج السياسي وللتخلص من الاتفاقيات التي أضرت بالقضية الوطنية. ونسبيا هذا الموضوع عم ننجح فيه يعني، وخاصة بالفترة الأخيرة بقرارات المجلس المركزي الأخيرة اللي يعني أخذت قرار بإلغاء المطالبة الحقيقة بإلغاء التنسيق الأمني ووقف المفاوضات إلى آخره إلى آخره، والتأكيد أيضا على المقاومة بكافة أشكالها والتأكيد على يعني الانتفاضة. وأيضا الجبهة الشعبية نفذت خلال هذه الفترة عمليات عسكرية وكانت في الميدان في غزة، يعني ما بصراحة كانت هي القوة الثالثة يعني بالحرب التي شنت على غزة، يعني كان في حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية. يعني بالتقييم العام يعني الجبهة الشعبية في داخل منظمة التحرير هي التنظيم الثاني يعني، وهذا بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني، الجبهة الشعبية هي التنظيم الثاني ومنظمة التحرير الجبهة الفتح هي التنظيم الأول. نحن نسعى لإعادة بناء منظمة التحرير، نسعى لتطوير مؤسسات منظمة التحرير، نسعى للذهاب لحلول ديمقراطية لكل المسائل التي نعيشها، ولكن في هذه اللحظة يعني نعطي أولوية الحقيقة للمقاومة واستمرار المقاومة والانتفاضة والوحدة الوطنية، لأن حالة الانقسام التي تمت يعني أوقعت خسائر كبيرة بالقضية الوطنية الفلسطينية، ليس فقط على صعيد الصراع مع العدو الصهيوني بل على صعيد الوضع الداخلي وتأييد يعني الرأي العام لنا وتأييد الأمة العربية لنا إلى آخر. الانقسام مضر إلى حد كبير، وبالتالي نعمل الآن بجدية ومسؤولية عالية حتى نستعيد الوحدة الوطنية، لأنه بدون استعادة الوحدة الوطنية يصعب أن نحقق إنجازات يعني تتراكم على طريق يعني الوصول إلى حل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأيضا يعني كما نفكر نحن عودة اللاجئين إلى ديارهم، حوالي 6 مليون لاجئ يجب أن يعودوا إلى ديارهم، وكما نعتقد نحن على طريق التحرير الكامل لفلسطين، كل فلسطين.
أنا أعتقد أنه يعني في قبلنا شعوب كثيرة ناضلت سنوات طويلة حتى يعني حررت أوطانها، والزمن دائما في رأيي لصالح الشعوب التي تناضل من أجل يعني تحقيق الاستقلال. الاحتلال سيزول، لا يمكن لا يمكن، المسألة مسألة وقت فقط يعني. وأنا في رأيي أبعد من ذلك، أنه هذا الكيان سيزول، لأنه هذا الكيان غريب في وطننا وأمتنا وإلى آخره. لكن برضو مسألة وقت، مش مسألة وقت إذا يعني جلسنا ويعني قبلنا بالاحتلال، لا هذا بيكون مش مسألة وقت. لكن إذا قاومنا واستمرينا في الإعداد والاستعداد والمقاومة المسلحة والمقاومة بكافة أشكالها، سنصل الحقيقة إلى التحرير.